إلى مثله وأمثاله في أحسن حال. قبل الصلاة هناك بعض الملاحظات الفقهية. الملاحظة الأولى تتعلق بزكاة الفطرة، الأحوط إخراجها قبل الشروع في صلاة العيد ولو بعزلها، أعزلها قبل الصلاة. بقية الملاحظات ترتبط بصلاة العيد. أول سؤال، هل صلاة العيد واجبة أم مستحبة في زماننا، زمان غيبة المعصوم؟ السيد الإمام والسيد الخامنئي والسيد الخوئي والسيد السيستاني يرون استحباب صلاة العيد، ليست واجبة، ولكن تصلى فرادى أم جماعة؟ السيد الإمام يقول في زمن الغيبة تصلى فرادى، ومن رغب في الجماعة يقصد بها رجاء المطلوبية. واحد يقول لا أنا أمبيها فرادة، يروح السرداب ويخلي الطابق لمن يريد الجماعة. السيد الخامنائي الله يعزه ويحفظه يرى أنها جماعة تستحب إذا كان الإمام معينا من ولي أمر المسلمين، غير معين فرادة، ومن رغب في الجماعة يأتي بها برجاء المطلوبية. أنا خب لست معينا، وبالتالي اللي قال السيد الخامنائي إذا يرغب فرادة يروح تحت، إذا ما يرغب فرادة يصليها بنية الرجاء. بالنسبة للسيد السيستاني يقول تصح فرادة، وإذا أردتم الجماعة فالأحوط وجوبا أن يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة، بدون خطبتين إشكال في صحة جماعة العيد. فإحنا كل سنة نلقي خطبة لأن نجيبها متابعة، سنة الأخوة رغبوا جماعة، هل خطبتين نخليهم بحجم خطبة واحدة؟ يعني بنسوي خطبتين بس على أساس لا نفسد عليكم عيدكم، لن نطيل، فإن شاء الله نختصر الخطبتين. بالنسبة لمقلدي الشيخ حسين العصفور أو السيد أو الشيخ زين الدين يرون بأن الإمام لابد أن يكون فقيها، إذا لم يكن فقيها نصلي خلفه استحبابا، لا تكون واجبة، لا تكون واجبة. بقى عندنا السيد الخوي، السيد الخوي يقول مستحبة في زمن الغيبة جماعة وفرادة، أتى الإمام بالخطبتين أو لم يأتي؟ هل يجب أن أبقى في الخطبتين؟ ما بعلمكم، ألا أحد يهرب. على كل حال انتي لمسألة طريقة الصلاة. الصلاة طبعا هي عبارة عن ركعتين. الركعة الأولى سنقرأ سبح اسم ربك الأعلى، والثانية والشمس وضحاها. واحد طبعا يقول أنا أصلي متابعة، أنا أقلد مثلا فلان أو أنا في السرداب وأخطأت يا الإمام وهو سبقني في السورة ما أحفظها، اقرأ أي سورة، هذا ليس واجب أن تكون هذه هي السورة، هذا الأفضل لك أن تأتي بسورة أخرى. بالنسبة للقنوت نفس الشيء، إذا واحد يقول أنا ورا الإمام لكن أخطأت الإمام مشى في القنوت مو حافظنا، هذا مستحب أن نأتي بها الصياغة، أي صياغة أخرى تكفي وتصح بها الصلاة. عندنا مسألة خلافية في عدد القنوتات. المعروف لدى الفقهاء أنها 9، 5 في الأولى و4 في الثانية. السيد السيستاني عنده أقل، 4 في الأولى و3 في الثانية. فإحنا إذا منجيب طريقة المشهور راح نزيد في كل ركعة قنوت وتكبيرة. إحنا اللي قدون السيستاني بيجيبونها الزيادة بنية القربة المطلقة، مو بنية أن هذه مطلوبة قنوت هنا، لأن الدعاء في الصلاة لا يضر والتكبير في الصلاة لا يضر التكبير. فالذين يقلدون السيد السيستاني إذا أتوا بالقنوت الزائد في كل ركعة مع التكبير بنية القربة المطلقة. هذا باختصار طريقة الصلاة. الآن راح نصلي ثم الخطبتين المختصرتين إن شاء الله. إسماعيل بالنسبة للتكبير أحد بيجيبه لو إيه عزيزي التكبير، يلا استعدوا للصلاة.